على الفوز إلى آخره، وتتمثل شوف من مجريات هذه المباراة اللي شاهدها، وهجمة الفريق الأرجنتيني ويقدر يطلع وإلى الأوت، واللاعب شوماخر من مارادونا يسحبه وضربة مرمى لصالح الفريق الألماني. مرة أخرى خلص من وحدة وشوماخر تلعب الوقت المناسب، ما كان يعني تعمد، والحكم قراره سليم. وباتيستا ومارادونا واللاعب رقم 7 اللي سجلها بوشاكا، وهنا انطى يعني الضربه الحره على كل الحكم، حتى اذا اعطاها فكانت متاخره بعض الشيء، هو ضربه حره للارجنتين. واحنا في الثلاث دقائق الاخيره دقيقتين الاخيره من نهائي كاس العالم، الارجنتين تقدم بثلاثه اهداف مقابل هدفين لالمانيا. المانيا كانت متاخره 0-2، وضربه حره لعبه الكره ويبعدها شوماخر، يبعدها شوماخر وفاول لصالح المانيا الاتحاديه.